فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن المؤمنين فقط هم الذين يرون الله سبحانه وتعالى، ويوجد حديث أن جميع الناس يتكلمون مع الله سبحانه دون ترجمان، ما الجمع بين هذا وهذا؟ يتكلمون معه ولا يرونه، الكفار ما يرونه. نعم. وقيل إنهم يرونه في عرصات القيامة، يرونه في عرصات القيامة قبل أن ينصرفوا من العرصات. نعم، يراه الكفار والمؤمنون في لكن هذه ليست رؤيا إكرام وإنعام. نعم.